نستهل نشرتنا من إمارة الفجيرة، حيث تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المعرض الخيري 09 الذي يقام برعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي وبمشاركة 60 سيدة أعمال. وأشاد سموه بالمعرض لكونه يسلط الضوء على المواهب المتميزة من مختلف إمارات الدولة والوطن العربي، ويذهب ريع المعرض هذا العام إلى إنشاء مجموعة أصدقاء مرضى السكري في إمارة الفجيرة.